السلام عليكم اخوات، اهلا ومرحبا بكم. اليوم غندير معكم واحد البسطيله، دبس ديره ديال داك البسطيلات الصغار، بس دير ديال الدجاج. عندي معلقه ديال الكمون صغيره، عندي نص معلقه من الخرقوم البلدي، عندي تحميره نص معلقه، عندي الابزار، عندي سكنجبير نص معلقه نص معلقه، عندي 3 دروس ديال الثومه محكوكه، الملحه حسب الذوق، عندي 2 بصلات مشلضين، فلفله حمراء مشويه، عندي فلفله خضراء مشويه تاهي، عندي الصدر ديال الدجاج، عندي بكيه ديال الشعريه الصينيه بكيه صغيره. كنشعل البوطه، كنطيح 2 ديال البصلات هنا، كندير عليهم شويه ديال زيت الزيتون وزيت العود، من بعد ما طاحت البصله ديالي نبدا نزيد عليها صدر ديال الدجاج، بعد ما تطيح البصله وصدر ديال الدجاج نبقاو نزيدو عليه المكونات. بعد الاخوات ما طاب لي الحشوه ديالي طابت، نزيد عليها الشعريه الصينيه اللي تنكون دايره ليها المغليان، نقطعها بشي مقص، الحشوه ديالي هي واجده. البسطيله ديال الحشوه هي غندير بيضه قطيره ديال الخل باش ما تقلناش الريحه، وغندير معلقه ديال الهريسه على حسب كاين اللي كيبغيها كاين اللي ما كيبغيهاش. بعد ما مزجت الحشوه ديالي كنشد شي حاجه عندكم، انا عندي واحد الطاجين صغير بحال هكا كندير بيه زلافة، اي حاجه كندير جوج وحده كنتبعها واحده اخرى. كنشد الاولى كنجمعها، تبقى الاولى كنجمعها، كندهنها بداك البيض، نثبت الثانيه، جينا على الطريقه هذه. نزيد معكم واحده اخرى كنشدها بهذه الطريقه. عفوا راه ما درتش الفرماج قبيله، تنسيتو الفرماج اللي هو ضروري. كندير شويه ديال الفرماج، الطبق الاول بعد ما كملت البيتزا ديالي بقى لي واحد شويه ديال الورقه للتزيين، قطعتها شويه صغيره نديرها بهذه الطريقه. صافي البسطيله ديالي تزين، ندخلهم من الفرن نرجع معاكم. اخوات البسطيله ديالي صغار اللي تشاركت معاكم، البسطيله ديالي اللي تشاركت معاكم هما واجدين،
الشكل ديالي. السلطات ديالنا واجدين بالصحة والراحة، ما تنساوش يعجبوكم. يعجبوكم تابوناو معايا يوصلكم الجديد، تيجيو مقرمشين تيجيو زوينين الديكور ديالهم. بالصحة والراحة ورمضان مبارك سعيد.